ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات في درس جديد من دروس مادة الفيزياء، وبالأخص أعني هنا الدرس الثاني الذي يحمل عنوان Au travail et puissance d'une force. هذا الدرس بطبيعة الحال يتعلق بالمستوى أولى بكالوريا علوم، سواء كانت علوم الفيزيائية أو علوم الرياضية. إذن على بركة الله، إذن هذه هي المحاور أو النقاط الرئيسية التي سأتحدث عنها في هذا الدرس. أولاً يجب أول معرفة المفاعيل الميكانيكية للقوى، وهذا للتذكير فقط لأنه سبق لكم أن رأيتم هذا في السنوات السالفة. إذن أولاً مفعول قوة أي سكون نابل لفي دين فورس، دونك لفي دين فورس أو تأثير أو المفعول الميكانيكي لقوة ما، إما أن يكون مفعول تحريكي أي يحرك الجسم من مكانه، أو مفعول تشوه أو تشويه، أو مفعول إزاحة. عندما أقول تحريك فهو إما إزاحة على شكل مستقيمية أو منحنية، ثم أو مفعول تحريكي أي وضعه في حالة التوازن أو وضعه في حالة توازن. إذن هذو هما المفاعيل التي أساسية لأي جسم أس كيفما كان نوعه. إذن ما عرفنا المفاعيل الميكانيكية غندخلو مفهوم قوة ثابتة، لأن الدرس ديالنا ينصب فقط على لو طرافاي دين فورس. بيان سور سي فورس كونستانت، une force constante et ça c'est très intéressant. يعني في قوة ثابتة. ماذا تعني كلمة قوة ثابتة؟ عندما أقول أن هناك قوة ثابتة يعني خصنا ثلاث شروط. أولا أن القوة تكون لها نفس المنحة، نفس المستقيم أو نفس لا ديريكسيون، لا ميم ديريكسيون، نفس الاتجاه، ثم نفس الشدة. Donc on dit qu'une force est une force constante, on doit avoir trois critères, à savoir que la force doit avoir le même sens de direction, elle doit avoir la même direction et enfin avoir la même intensité. Dans ce cas-là, on parle d'une force constante. Donc si je passe maintenant à le travail d'une force constante, il y a une chose il y a un jisme معين. هذا الجسم S فهو في حركة إزاحة، لنأخذ هذا الاتجاه واتجاه الحركة. إذا هذه إزاحة مستقيمية، فهو يخضع طبيعة الحال لوزنه ولتأثير السطح. طبيعة الحال هنا غنفرض أن هناك ليس هناك احتكاك، ثم نفرض أن هذا الجسم يخضع لقوة معينة، إن فورس F. إذا هذه القوة F طبيعة الحال عندنا فهي لها مع الاتجاه الافقي كاينه واحد الزاويه الفا. اذا كانت هذا الجسم، هذا التحريك انطلق من نقطتين ا نحو نقطتين بي، اقول بان الشغل ديال هذه القوه من ا نحو بي ما هو الا الجداء السلمي ديال اف ا بي. وكما لا يخفى عليكم ان هذا الدرس، هذه الجداء السلمي سبق وان درستموه. اذا يعني هو الموديل جو باس او موديل، يعني الشده ديال الف لو موديل دو ا بي هنا غتولي في كوسينيس ديال الزاويه اللي كاينه بين اف و لا ديريكسيون ا بي، يعني هي الفا. اذا هذا هو لو طرافاي دون فورس. دونك هذا الشغل ديال القوة فهو مقدار فيزيائي، دونك سي ميزور الجبريك، اي بو اتر سوا بوزيتيف سوا نيجاتيف سوا نول. دون لو كا او لو ترافاي دو سات فورس اي بوزيتيف، اون دي كون ا ان ترافاي موتور، اي لوسك اي لي نيجاتيف اون دري كون دي كو سا ترافاي ريزيستون، اي لو كا فينال لي سي لي نول اون دي كو سا ترافاي نول. بمعنى ان شغل القوه كيفما كانت هذه القوه طبعا قوه ثابته، فان هذا الشغل فهو مقدار فيزيائي يمكن ان يكون موجبا او سالبا او منعدما. لا
غادي نعرفوا بالنسبه للتمارين يعني خاصنا نعرفوا وقتاش غادي يكون موجب وقتاش غادي يكون سالب وهكذا. اذا تعرفنا دابا على شغل القوه وهاد الامور خاصكم تحفظوها مزيان هاد والاخص هاد العلاقه لانها علاقه هي اللي غنخدموا بها بطبيعه الحال في هذه السنه وغنخدموا بها حتى في السنه المقبله ان شاء الله. اذا شغل القوه بطريقه عامه هو الجداء السلمي ديال القوه على المسار او التراجي او ديبلاسمون ا بي. اذا عرفنا شغل القوه في حاله ازاحه مستقيميه كذلك بالنسبه لحاله ازاحه منحنيه دونك translation rectiligne. Donc si vous avez un corps qui se déplace d'une manière ou d'une autre, donc il se déplace d'un point A jusqu'à un point B. Donc en se déplaçant là, il se déplace du point A au point un déplacement élémentaire A1, puis de A1 jusqu'à A2, etc., etc., jusqu'à aboutir à au point B. Donc voilà la force agissante. Donc le travail de cette force lors du déplacement de A à B sera le travail élémentaire, c'est-à-dire sera F, puisque la force est toujours constante, fois produit scalaire de A à 1, plus F à 1 à 2, plus etc. jusqu'à aboutir à F à n moins 1 à n. Donc je peux faire F produit scalaire, donc F je multiplie la somme A à 1 plus jusqu'à A n moins 1 à n cos de l'angle que fait F avec A1, donc c'est cos d'un certain angle alpha. Donc puisque ça va donner F AB cosinus de l'angle alpha. Donc toujours, vous aurez toujours cette formule-là. Le travail d'une force AB égale F AB cos de l'angle alpha. En faisant les exercices, bien sûr, vous allez comprendre comment appliquer cette méthode-là, bien cette formule. Donc, في حالة إزاحة مستقيمية في حالة إزاحة منحنية بالنسبة لمجموعة شغل مجموعة من القوى. إذا كان عندنا أن جسم S يخضع لمجموعة من القوى يخضع لقوة F1 يخضع لقوة F2 etc. يخضع لقوة F2. إذا هنا تقول بأن الشغل ديال مجموعة هذه القوى اللي هو لو ترافاي de F1 plus F2. Donc ça va vous donner tout simplement, c'est la force de F1 plus le travail de la force F2. Autrement dit, il y a une chose, mais je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous أو أكثر، فإن الشغل ديال هذه مجموعة القوى ما هي إلا شغل ديال كل قوى على حدة. إذن هذا طبيعة الحال مهم جدا لأنه غادي نعرفوه من بعد كيفاش كيف. هنا كاين واحد لاغومار هو أنه في حالة إذا كان هذا الجسم خاضعا لحركة معينة ويتحرك بسرعة ثابتة فإن مجموع الأشغال يساوي الصفر. هذه سيتين غومار. إذن بعد ما عرفنا الشغل مجموعة القوى غندوزو المحور الثاني هو الشغل وزن جسم. إذن عندنا جسم S إما أنه دون لو كا سقوط عمودي ستادير إن شوت فيرتيكال أو بيان شوت نون فيرتيكال. دونك سيبوزون كونا أن كور A أن كور بيان سور سو ديبلاس بيان سور أن كور دو سونتر G1 سو ديبلاس دان بوان A à un point B. Alors là, on va pour vous mettre sur le même ordre. Par exemple, vous avez un solide S, voilà. Donc il se déplace de A à B. Donc vous savez, ça c'est la coordonnée du point A et ça la coordonnée du point B. Donc vous savez là le là O, X, Z, حيث أن Z est orienté vers le haut. Donc le travail, c'est une définition, le travail du poids lors de son déplacement de A à B, c'est quoi? C'est le poids scalaire A, B.
دونك فو سافي كو لو بوا سي جو لا بغيت ندير احداثيات ديال هذه القوه. هذه القوه عندها احداثيات على محور اكس و واي و زد. اذا بالنسبه لاكس بما ان بي ولا لا فورس اب بي كيفاش دايره؟ فهي عموديه على اكس وبالتالي هنا غتكون صفر، وعلى إيكغيك كذلك عمودية على إيكغيك، إن كون سول كومبوزون سويفون زيرو، كيفاش دايرة؟ هي سالبة، دونك غندير هنا موان إم جي، في لو برودوي سكالير أ بي، الإحداثيات ديال أ بي، كذلك شنا هي؟ هي زيد بي موان زيد أ، لأن أ بي هنايا عندها إحداثيات غنسميوها هنا إكس بي موان إكس أ، إيكغيك بي موان إيكغيك أ، زيد بي موان زيد أ. وبالتالي هذا الجداء السلمي او هذا الشغل اعطينا هدف هذا زائد هدف هذا زائد هذا اضغط هذا عندنا هنا ماذا؟ هي موان ام جي زد بي موان زد ا، وطرومون دي اضغط وهي ام جي زد ا موان زد بي. اذا من خلال الرسمه ومن خلال الشكل نلاحظ بان زد ا فهي اكبر من زد بي، وبالتالي الشغل ديال البوا غادي يكون موجب قطعا، اي انه سيتان ترافاي موتور، يعني انه شغل حركي او شغل موتور. اذا هنا هذا بالنسبه لهذا الشيت طبيعة الحال ماشي سقوط غير عمودي، اذا هذا هذه الحاله هذه بالنسبه لسقوط غير عمودي. اذا بالنسبه لسقوط عمودي، اذا سقوط عمودي يعني ان عندك لا عندك واحد الجسم معين في سقوط يخضع فقط لماذا؟ لوزنه. اذا بي، اذا انطلاقا من نقطتين ا نحو نقطتين مثلا بي، اذا هذه زد ا وهذه زد بي. اذا بالنسبه لنا هنا الترافاي دو بي من خلال نحو ا بي هي بي فوا ا بي، توجور باش يكون عندنا هنا هو موان طرافاي ديال بوا هو توجور موان ام جي، غتبقى دائما عندنا ام جي زد ا موان زد بي. اذا هذا ماذا يمكن ان نقول؟ ان الشغل لا طرافاي دي فورس نو ديبون كو دو تراجي سويفي ها، دونك توجور و ديفي ابليكي هاد لا فورمول هادي بان الشغل جسم الجسم ديال واحد الجسم شغل وزن جسم معين تنديرو هو الجداء ديال لو بوا ديالو في احداثيات النقطه. نفرض ان هاد زد ا هي زد انيسيال وهاد زد بي هي زد فينال. اذا هناك بعض الاساتذه يستعملوا هاد لي فورميل هاد نوع من الطريق. اذا بعد ما عرفنا شغل الوزن في حاله سقوط عمودي وفي حاله سقوط غير عمودي، الان سنقول الشغل قوه في حاله احتكاك. اذا لدينا جسم معين اس، اذا اذا كان هذا الجسم هذا يخضع لقوه معينه في حاله احتكاك، اذا هذه هي مثلا هذه اف، دونك لو ترافاي دون نفترض مثلا ان الجسم فهو يوجد على جسم على سطح افقي، اذا فهو يخضع لوزنه ولتاثير ار. اذا لو ترافاي دون فورس ار سي كوا؟ لو ترافاي دو ار تلاحظ بانه ار فهي عموديه على الجسم على المستوى بي، اذا نقول بان لو ترافاي تكون منعدم في حالة إذا كان هناك احتكاك. إذا إذا كان هناك احتكاك غناخدو حالة باش ندرسوها مزيانة، غناخدو بلون انكليني، فوزافي أن كور إس، دونك فوزافي كو سو كور لا إلي خاضع لوزنه بي وخاضع كذلك لأون رياكسيون، إذا هو لو سون دي موفمون. إذا غتكون عندنا هذه هي ار في حالة لكاش عندنا هنا كان انعدام ديال الفورتمون، غتكون هذه هي ار ان وهذه يخضع الى ار تي، يعني هذا هو لا فورس ريزولتونت، يعني هذه هي ار. اذا هذه الزاوية نسميها زاوية
الاحتكاك. اذا عندنا ار هي ار تي بلس ار ان. اذا الشغل ديال ار في هذه الحاله غادي يكون هو لو ترافاي بلس لو ترافاي دو ار ان. وبما ان ار ان تلاحظوا بانها عموديه على السطح عمودية على هذا او اكس، اذا غتبقى عندنا غير ترافاي دو ار تي. دونك هي موان ار تي هي ار تي ا بي. دونك هي موان ار تي بما ان ار تي هو ا بي في اتجاه معاكس، دونك هي موان ار تي ا بي. وبالتالي ار تي راهي اف، هي سما لا فورس دو فروتمون، دونك هي موان اف ا بي. إذا هذا هو لو ترافاي دو سات فورس. أحيانا تاخذوا بواحد الطريقة أخرى، لو ترافاي دو لا فورس ار، لا فورس ريزلتونت، لي أوتر كو ار ا بو سكالير ا بي. دونك هي ار ا بي كوسينس دو لونجل كو في ار افيك ا بي. هذا لونجل شنو هو؟ في زائد بي سور دو. دونك هي بي سور دو بلوس phi. Et vous savez que cos de pi sur 2 plus phi ou moins cos de phi, donc on a moins r ab sinus de phi. Donc c'est le travail de la réaction r. Et derrière, il m'a fait mon bête tarifa ou bête tarifa à l'autre. Et là, c'est la mort. Il a avec elle. خاصك خاصهم يعملوا مجموعة من التمارين حتى تتضح الأمور إن شاء الله. غنديروا تمارين فيما يخص الأمر. الأخير المحور الأخير هو قدرة قوة. إذا لا بويسونس دون فورس، سي كوا لا بويسونس دون فورس؟ دونك لا بويسونس دون فورس إي ديفيني كوم أنسي. فو سافي كو فوالا لا بويسونس دون فورس سي لوتر سون ترافاي بارابور أو طون. سي لو ترافاي دو سات فورس بارابور أن طون. أون بارل دون بويسونس moyen, on parle d'une puissance moyenne et on parle aussi de ce qu'on appelle la puissance instantanée. La puissance instantanée. Donc la puissance instantanée, c'est le travail élémentaire par rapport au temps. Vous savez que le travail élémentaire, c'est la force déplacement. Je dis Sulami sur delta t. Donc vous savez que dl sur dt n'est autre que la vitesse. Donc on dit que c'est la force scalaire, la vitesse. Donc ça, c'est une formule très intéressante qu'on utilise très souvent. Donc la puissance d'une force, c'est aussi le produit scalaire de cette force avec la vitesse du mouvement. En fin de compte, je. Il ne reste un seul cas, c'est le travail d'une force en cas de rotation. Donc si vous avez par exemple un disque, il est soumis à une force F. Voilà l'axe de rotation, delta. Donc le travail d'une telle force F dans le cas de rotation, c'est son moment, le moment de cette force par rapport à l'axe delta, fois l'angle de rotation. Donc là, un petit rappel, le moment d'une force F par rapport à un axe delta, c'est, ça on dit c'est la force, plus ou moins, F fois D. D c'est la distance orthogonale qui fait un angle droit avec la direction de la force. Et ça c'est très intéressant, il ne faut pas rater cette remarque-là. يعني هنا هذه هي المسافة التي تفصل محور محور الدوران حول على اتجاه القوة F. إذا بمجرد تواجد هذه العلاقة هذه، دونك لو ترافاي دو سات فورس لا، جو بو دير دونك لو ترافاي دو F ني أوتر كو F بلوز أو موان F فوا D فوا دلتا دو. دونك سي جو بار، باردون، سي جو بار دو لا بويسونس دون فورس، ألوغ لا بويسونس دو سات فورس ني أوتر كو ترافاي ديفيزي بار لو طون. دونك سي سون مومون. C'est le moment de la force par rapport à delta fois delta de t divisé par le travail divisé par le temps. Quand vous savez que delta de t ce n'est autre que la vitesse angulaire, donc je peux écrire, donc c'est son moment, c'est le moment de cette force fois oméga. Donc ça, c'est l'autre puissance d'une force
appliqué sur un solide en rotation. Donc c'est le moment de cette force fois la vitesse angulaire. Il ne faut jamais oublier bien sûr que oméga c'est en radians par seconde et le moment d'une force c'est newton mètre et ne pas oublier que le travail d'une force est toujours en joules alors que la puissance est en watts. Donc voilà ça. النقط الأساسية التي يجب التركيز عليها في الحلقة المقبلة إن شاء الله سنتقاسم معكم بعض التمارين المهمة التي تصب في هذا الاتجاه. إذن إلى أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.